دقيقة مازلنا مواصلين معكم في الويكاند. شكرا لكم أنتم على استماعكم وعلى التحاقكم بنا في صبحية اليوم. ورحب بضيفي بحثية سي حاتم كبوس رئيس جمعية رعاية المؤسسات التربوية ورئيس لجنة النظافة والعناية بالبيئة في بلدية بني خيار للحديث على مهرجان الزهر في بني خيار. صباح النور. صباح الخير أسامة. شنو أحوالك؟ لاباس؟ لاباس يعيشك بارك الله فيك. صباح الورد والزهر زوز مع بعضهم. مش نحكيو على مهرجان الزهر في بني خيار ريحة البلاد 8. نسلم زاد على ناس بني خيار اللي يسمعوا فينا. دونك قبل ما نحكيو على المهرجان شجرة الزهر شنو هي الخاصية متاعها بالضبط؟ يعطيك الصحة أسامة. بالنسبة لشجرة الزهر هي يسميوها شجرة الأورنج. والشجرة هذه تعطي زهرة النوارة متاع الزهر اللي هي معروفة برشا في الوطن القبلي خاصة في بني خيار ودار شعبان هنا بصفة خاصة. والشجرة هذه تعطينا النوارة هذه اللي هي نوارة الزهر واللي الناس كل تعرف الوطن القبلي مش غريب عليها اللي الزهرة هذه يتم تقطيرها وتضفي حركية كبيرة برشا في جهة نابل ودار شعبان وبني خيار وبرشا مناطق أخرى من الوطن القبلي خاصة في سيدي الظاهر زاد يقع إنتاج كمية كبيرة من الزهر. بالنسبة للموسم هذايا معروف أنه يبدأ في 20 مارس يبدأوا الجني متاع الزهر. بما أنه السنة الدنيا بردت شوية جاء هبط برد كبير على ذاك الموسم متاع الزهر وخر شوية مش يوخر حكاية 10 أيام جمعتين على 20 مارس دونك في آخر مارس في آخر مارس مش يبدأ الجني متاع الزهر. على ذاك التويك الأسواق ما زالت ما تحلتش كما يلزم. نعطيك بسطة صغيرة كان تسمح. موسم الزهر هو يضفي حركية تجارية وثقافية كبيرة برشا في بني خيار ودار شعبان ونابل خاصة في بني خيار. أنا مش نحكي على مهرجان الزهر في بني خيار. في هذه المدن معناها دار شعبان ونابل وبني خيار توفر أكثر من 90% من المنتوج الوطني في الوطن القبلي بصفة عامة. حوالي 65% من مجموع الأشجار نارنج بالإضافة إلى توفير 6 وحدات تحويلية فما على الأقل 6 معامل في منطقة الوطن القبلي اللي تقطر الزهر. والمعامل هذه بالطبيعة مش نجي ونحكيه على النيرولي. هذه تنتج النيرولي اللي هو الزيت متاع الزهر واللي هو غالي برشا. في الوطن القبلي فما حوالي 130 ألف شجرة نارنج مزروعة على مساحة فوق 400 هكتار ويتراوح معدل الإنتاج السنوي للزهر في هذه المناطق بين 1000 و 1500 طن. دونك هذه نسبة الإنتاج في الوطن القبلي. في الوطن القبلي 2019 ولا تحكي 2018؟ هذه آخر 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 إحصائية اللي هي متاع 2018. 2018 واضح. فما الزهر هذايا ما هوش مقتصر على معناها الحركة الاقتصادية في الوطن القبلي فقط بل على المستوى الوطني يساهم الزيت النيرولي هذايا يساهم في إدخال العملة الصعبة للبلاد. فما على الأقل ما بين 6 و7 مليون دينار من العملة الصعبة يساهم فيها المنتوج متاع النيرولي. شنو هو النيرولي هذا؟ هو الزيت متاع الزهر. أكل كي تاخذ فاشكة متاع الزهر وتشوف من فوق تلقاك شوية الأصفر هذاك يسمى هذاك الزيت متاع الزهر. أكل كوش الفوقانية. هذا في الوحدات التحويلية اللي فما منها 6 في ولاية نابل يقع إنتاج النيرولي وتشريه معناها الشركات الكبيرة متاع البارفان في العالم. دونك عنده قيمة كبيرة. عنده قيمة كبيرة برشا وألف طن بلوتو طن واحد من الزهر ينتجنا كيلو نيرولي. واضح. والألف والطن هذاك ينتجنا 600 إيترا من الزهر ويقع تصديرها. والكيلو نيرولي توصل للسوم متاعه 20,000 دولار بالعملة الصعبة. واضح. وزهر قداش سومه طب؟ الزهر الوزن متاعه توصل ل 80 دينار. 80 دينار. 80 دينار هو المعدل تويكة ما بين 40 و 50 دينار. كانت وزنة الزهر بكري تتباع ب 6000 8000
لكن الوعي لدى التونسي بصفة عامة بأهمية الزهر اللي هو يقع معنا استعماله في برشة حاجات، منها الماكلة يفوحوا به في الماكلة، يستعملوه كدواء. أكيد اللي يسمعوا فينا تو في نابل وطن القبلي معناتها يعرفوا أكيد عنده معرفة كبيرة بالخصائص نتاع الزهر. واضح. الحاصل فما وعي كبير بالزهر تو، العباد ولات تجي من جميع المناطق الجمهورية باش تاخذ تشري الزهر ولا تشري الزهر المقطر، خاصة من بني خيار ومن دار شعبان ومن نابل ومن سيدي الظاهر. الوعي بالأهمية نتاع الزهر هو اللي خلى الوزن نتاع الزهر تغلى برشا، والطلب زاد متاع الزهر في الوحدات التحويلية هذون الستة معامل اللي ينجوا في النيرولي، خلى السوم متاع الزهر يغلى برش. به واضح. به باش نزربوا شوية في الحديث، نحكيوا تو على مهرجان الزهر بابن خيار اللي هو أيام 29-30-31 مارس 2019، دونك جاء في عطلة، دونك العباد ينجموا يحضروا للمهرجان هذا. المهرجان هذا ينطلق عام 2012 في الدورة الأولانية، اليوم وصلنا للدورة الثمانية اللي المهرجان هذا اسمه ريحة البلاد، واليوم وصلنا ريحة البلاد رقم ثمانية. الجمعيات المنظمة لهذا المهرجان هي جمعية كلون ابني خيار وجمعية رعاية المؤسسات التربوية بالاشتراك مع بلدية ابني خيار. المهرجان هذا مش يقع تنظيمه في مدينة ابني خيار، كل عام ناخذ دار عربي حلوة ونحاول نشخص فيها أهم المميزات التقليدية للتراث الخياري والتراث الأصيل متاع مدينة ابني خيار، منها تقطير الزهر. السنة مش يقع حتى اللي باش يمشي معناتها مش يلقى المراحل متاع تقطير الزهر، مش يلقى زادة كيف برشا ورشات برشا معارض، مش يلقى تشخيص البرشة حاجات. السنة مش نركزوا على الفخار. دار العربي هذه نعطيك فكرة، قولوا لها دار المغيربي في وسط البلاد، هي مديار العربي في وسط المدينة، مش تقع فيها عدة أنشطة. ومش ينطلق المهرجان كما ذكرت نهار 29 مارس، مش يقع الافتتاح الرسمي واستقبال الضيوف على الساعة 10، وبعد مش يقع معرض للباس التقليدي ومعرض آخر لنباتات الزينة ومشاتل النارنج، وبعد ذلك مش نحضروا في ورشات متاع ملاسة الخزف والورشة لزخرفة الخزف، وبعد عرض منتجات خزفية في متحف، وبعد نبيع المنتجات اللي مش يتم عرضها. كذلك مش تقع في ركن آخر عرض وبيع مواد تجميل من مستخلصات نباتية ومواد تقليدية، ومش يقع خاصة عرض للقطار التقليدي. القطار التقليدي أسامة اليوم فما برشا أنواع متاع قطارات ولو حتى بالغاز، لكن احنا ما بين التقليدي وما بين الحديث، ما بين التقليدي والحديث احنا مش نعمل قطار تقليدي اللي يمشي بالحطب واللي يمشي بالنحاس المنحاس واللي يمشي بالفخار زادة بالنحاسة هذيك الفوقها المكبة ذاك الفخار، ومن بعد لو يستعملوا البرميل احنا مش نستعملوا الجرة هذيك اللي قصوها في الزوز باش تبرد الجعبة متاع الفخار، هذيك تتعبى بالماء وتتعدى في وسطها الجعبة متاع الفخار باش ما تسخنش برش. كما تعرف هو القطار شنو هو، عبارة على نسخنوا الزهر هذاك نحطوه في الماء ونسخنوه ونسكروا عليه بك المكب هذاك باش تقع البخار متاعه هذاك يتعدى في الجعبة هذيك ويولي يطلع بالماء متاع الزهر. باهي بعد القطار التقليدي والتقديم الطريقة التقليدية لتقدير الزهر، مش نعملوا عرض آخر متاع الطبخ والتذوق ديجوستاسيون، مش نجيبوا جمعية الطباخين المحترفين، مش يركزوا خاصة على الأكولات اللي يقع استعمال فيها الزهر. هذا نهار الأول ونهار الثاني، هذا نهار الأولاني، ما زلنا في نهار الأولاني أسامة. بعد الستة ونص عنا عرض شريط عن قطاع الزهر، شريط باش نوريو فيه
مميزات شجرة الزهر شنو يلزمها، وفهم المشاكل زادة متاع شجرة الزهر. شجرة الزهر اللي اليوم بعض الأشجار متاع الزهر وصلت لي معناها العمر معين، عمر الشيخوخة اللي معاش تنتش. على ذاك مش نوريه وشنو من المشاكل متاع القطاع، شنو المرض اللي ضرب الزهر اللي خلى الانتاج يقل شويه في السنوات الاخيره. هذا مش نحاولوا دونك هذه حاجه تثقيفيه للعباد اللي للعباد باش تعرف باش خاطر قاعد يزرف فينا الوقت. سيحاتو كانت تعطينا نهار الثاني ونهار الثالث شنو باش يكون في بيع عجاله. بالنسبه بيع عجاله النهار الاولاني السبعه نتاع العشيه عن عرض موسيقي فرقه الراشديه. مهرجان الزهر راهو فيه برشا انشطه ثقافيه وانشطه ترفيهيه. في النهار الثالث مش نواصلوا العرض والبيع بفضاء المهرجان، ومن بعد عندنا الخمسة ونص دورة في التنمية البشرية موجهة للأطفال. ومن بعد عندنا قريتوا حساب زيادة الصغيرات بيان سور بيان سور، والصغيرات هذولا مش نهزوهم في جولة إلى بساتين الزهر باش نوريهم سير بلاس معناها كيفية جمع جني الزهر والزهر شنو المميزات نتاعها وشنو هي الزهر. ان شاء الله يجيهم طقس باهي ديجا مع الفريد، ان شاء الله يجيهم طقس باهي ان شاء الله. كيفاش نصبروها الشجرة هذه، كيفاش نحافظوا عليها، كيفاش ندويوها، كيفاش نقويوها، فهمتني؟ هذا الكل مش مهم برشا. ومن بعد مش نعملوا عروض عن الانشطة نتاع الجمعية، جمعية رعاية المؤسسات التربوية وجمعية كلنا بني خيار. ومن بعد عندنا الأربعة نتاع العشية النهار الثاني مسرحية سيلفي لإكرام عزوز. مش نقوموا بعرضها في قاعة العروض ببلدية بني خيار. نمر معاك بعجالة النهار الثالث لو تسمح، نهار لحد 31 مارس التسعة نتاع الصباح مش يتواصل العرض والبيع بفضاء المهرجان. فما حتى بيع الزهر في النهار الاخراني. ومن بعد فما عرض مسرحي العشرة متاع الصباح الحكواتي للأطفال، وهنا نوجه الدعوة للأولياء باش يجيبوا أولادهم يتفرجوا في الحكواتي. العروض هذه راهي مجانية أسامة، مانيش مش نعملوا فيها مقابل. من بعد كيف كيف نهار الثالث زادة مش نعملوا زيارة أخرى إلى مشتل بضواحي بني خيار. ومن بعد عرض لمخرجات الورشات وتوزيع الجوائز وتكريم للناس اللي شاركت في المسابقات وفي الأنشطة اللي قامت بها الجمعيتين معناها في هذا المهرجان. يعطيكم الصحة أنتوكا، معناتها برنامج مهم برشا ثري برشا، هوكا فيه الأنشطة الثقافية في الصغار في الكبار، الناس تتعرف على الخصائص نتاع شجرة الزهر، وهوكا يثقفوا زادة من ناحية أخرى لكم أنتم زادة مهم برشا. المهرجان هذا ينجم يحيي مدينة بني خيار. دونك نهار 29 30 31 مارس مهرجان الزهر في بني خيار. خلي كلمة الختام سيحات، تفضل. كلمة الختام نحب ندعو جميع الأهالي إلى المشاركة في هذه الأنشطة ويحضروا العروض هذه اللي هي عروض موسيقية وعروض مسرحية فيها كما قلت لك سيلفي لإكرام عزوز. نحب نوجه كلمة أخرى سي أسامة لو تسمح. فما بالنسبة للجمعيتين مش ينظموا في أواخر أفريل خرجة الكبون. خرجة الكبون في نسختها الثالثة، خرجة الكبون نحب نعرف بها، تشارك فيها جمعية كلنا بني خيار وجمعية رعاية المؤسسات التربوية بالتعاون مع البلدية لتنشيط كورنيش بني خيار. اش معناها خرجة الكبون؟ نخرجوا قرابة 15 كار ونخرجوا فيهم تلامذة من المدارس الابتدائية بمعتمدية بني خيار، ويمشيوا اللي يدوروا في الكبون، يمشيوا القليب، يمشيوا الهوارية، يمشيوا المنزل التمية، يمشيوا الحمامات، ومن بعد في آخر العشية نتلموا في الكورنيش متاع بني خيار ونعملوا عرض كبير للعباد الكل اللي شاركت في الرحلة هذه مجانيا. هذا عملناه مرة في قليبي وعملناه مرة في الحمامات، نشطته مرة زنزانة فرقة زنزانة في بلد تعرفها، ونشطته مرة السليكسيون متاع الموسيقى متاع التلامذة في قليبيا. ان شاء الله كي يقرب الوقت نحكيوا عليه اكثر. بارك الله فيك، يعطيك الصحه، يعيشك. بارك الله فيك سي حاتم كابوس على حضورك معنا. دونك تحيه للناس بني خيار الكل، مهرجان الزهر بني خيار نذكركم اللي هو 29 30 31 مارس 2019 شويه.